أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت. فما المطلوب منك إذن؟ خلاصة ما مضى، المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله، فهو لا تخفى عليه الخوف. هذا واحد. اثنين، دائما ارفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري، دبر حياتي، اللهم ألقي علي محبة منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت. والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه، لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل أمور حياتك. بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان، أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائما وتصلح ما بينك وبينه، لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن يتق الله إيش؟ يجعل له مخرجا. هذه قاعدة، تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان، بس اتق الله، راقب الله، أصلح ما بينك وبين الله، واطلب الله حسن التدبير، وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده.